عليكم نوتيلات. هالو هاي نيو داي نيو فلوغ. اليوم ان شاء الله فيديو جديده واحداث جديده وفلوغ جديد في القناه. اليوم ماشي فلوغ، ما غنخرجوش اليوم، غنشارك معكم الروتين ديالي بحكم ان بزاف ديال الناس كيقولوا لي ما تشاركيش معنا الروتينات ديالك في البيت او لا الروتينات ديالك في الدار. عندي الروينه، عندي واحد الكوزينه مرونه مرونه مرونه، لا فيسيل هي غنخويها من الماء من بعد اللي تغسلو، وغندير واحد الاخرين ها نتوما كتشوفو مرايا، ها نتوما قاعات الانتظار ديال الماء كلهم محطوطين تما. ومن بعد بعدا بالنسبه للناس اللي كيسولوني علاش ما كنحطش بزاف في اليوتيوب فهاد الايام هادي، الانترنت الواي فاي ديال انوي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ما لقيتش كيفاش دابا راه الفلوغ تيتيليشارجا باش يتلح في اليوتيوب. اليوم 3 جوغ يلا وصل 61% لمن غنقولها الحماق. مهم غادي نمشي نبقش شويه في ديك الكوزينه، ماشي شي تنظيف عميق، لان ملي كنبغي ندير تنظيف عميق ما يمكنش ليا نكون بوحديتي سيغتو في هاد الدار هادي، حيت تبارك الله ديما كتبقى مقاده ولا ولي ديما مرونه. الو غادي نمشي غير نسقسف شويه على الحاله ديال الكوزينه ونقاد شي شويه غير من الفوق، وها نتوما معايا خليكم معايا. وما تنساوش الا كنتو جداد على القناه انكم تضغطوا على زر سبسكرايب وتخليوا ليا لايك وكومونتير زوين فحالكم، وما تنساوش انكم تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وان شاء الله كاينين فيديوهات غيتحطوا قبل من هذا زوينين بزاف وغيعجبوكم، كاين بزاف ديال التنوع في المحتوى ديال القناه، ما غتبقاش ديما في نفس المحتوى. ان شاء الله غيكونوا بزاف الحوايج مختلفين، وخليكم معايا ويلا ويلا يلا يلا هو معايا باش نمشيو نشوفوا. اول حاجه غنوريكم شنو لابسه، كيحمقوني هادو اللي كيكونوا فحال لي سولوبيت عندهم هاد السلسله من هنا، كيحمقوني خصوصا فوق البرد، وعندها فحال هكا قبيه فوق البرد صراحه فريمون غزالين غزالين بمعنى الكلمه. انا تيعجبوني انت مابقاش نبقى دايره بالي مع البودي، عندك يدخل ليا البرد، عندك يضربني البرد كذا كذا كذا، اللهم في حلقه كيعجبوني. واختكم راه ضعفت بزاف 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 بزاف، راه وليت فريمون ضعيفه كيف ما كتشوفوا، راه غير هادي دابا بدوبه مع ان راه ضعفت بزاف. واللي بغى نشارك معاه الطريقه ديالي في الريجيم او الوصفات اللي استعملت يخليها لي في الكومونتير، الا كنتو انتريسي بطبيعه الحال وغنشاركو معاكم كامل ما دخلش عليكم. يلا اجي نبداو الروينه. احبابي انا دابا ساليت مع الروينه كلها ديال الدار، وغادي نمشيو غنوجدوا واحد الوصفه اللي فيها البطاطا، حس راه حنا كتحمقنا بطاطا خصوصا في هاد الايام ديال البرد. الو غادي نوجدوا واحد العشاء خفيف ظريف في 10 دقائق تقريبا كيوجد، خليكم معايا باش تعرفوا التفاصيل ونوريكم المقادير والطريقه. المهم هنايا انا جيت نوجد الاكله اللي هضرت لكم عليها، الصراحه هي سهله بزاف وفي نفس الوقت لذيذه وكتجي كتحمق، كيحمقوا عليها الكبار والصغار. عندي هنايا ثلاثه ديال البطاطات كبار بحال هكا معستهم، غدا نزيد عليهم هنايا الربيع، قزبور ومعدنوس مقردين، غدا نزيد عليهم هنايا بيضه وحده. عندي هنايا صاشيه ديال بيكينغ باودر اولا خميره الحلويات، عندي هنايا واحد شويه ديال الملحه على حسب الذوق، وعندي هنايا الفرماج اللي غادي نخدم به من بعد ما غادي نقاد العجين. هنايا غادي نزيد الطحين، غنزيد القياس ديال الطحين، غنزيد عندي زلافه هنايا غنزيد غير نص، وغادي نخلط 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 ومن بعد عاد غادي نشوف الا خاصني الطحين غادي نزيدو مازال من بعد.
هنايا من بعد ما خلطت العجين ديالي مزيان بالطحين، استعملت هذيك الزلافه ديال الطحين اللي كنتو شفتو في الاول كامله. دابا غادي ناخذ العجين باش غادي يتقرب. الطيفات ديالي هما بداو تيذهبوا من جهه واحده، كنقلبهم باش كياخذوا اللون من جوج ديال الجوايح وكيعطيو واحد الريحه في الدار ما نقولش ليكم غزاله كتحمق. وانتم غنوريكم التقديم ديالهم في الاخر كيفاش غادي نقدموهم. المهم ها هو العشاء ديالي وجد في 10 دقائق تقريبا، وها نتوما ها القطيفات تيجيو فحال هكا زويونين بزاف، مقرمشين من برا ومن الداخل رطبين ودايب فيهم داك الفخوماج كيف ما كيبان لكم هنايا. وهنايا حطيت شويه من الحاجه، شويه ديال الكورنيشون، شويه ديال الزيتون، كل نوع شويه. ودابا غنتعشاو وبالصحه والراحه، وكنتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم. ولا عجبتكم ما تنساوش انكم ديروا لايك وتخليوا لي كومونتير زوين فحالكم. ولا كنتو جديد على القناه ما تنساوش انكم تضغطوا على زر سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ومرحبا بكم.